من أجل دعم جهود الحكومة لمكافحة كوفيد-19 بادرت جمهورية الصين بمد مؤسسة القلب الكبير بمعدات طبية وأدوات وقائية ممثلة في 18,000 كمامة للحد من تفشي جائحة كورونا. وبهذه المناسبة أعربت الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا عن عميق شكرها لحكومة الصين على وقوفها الدائم مع البلد لدعم جهود الحكومة الرامية إلى مجابهة فيروس كورونا في أوساط المجتمع، وأكدت أن هذه المساعدات جاءت في وقت المناسب وتلعب دورا مهما في الحد من انتشار الفيروس. وأضافت ساولبا بأن هذا الدعم سيصل إلى مستحقين. أما سفير الصين لدى البلاد سعادة لين جين جين قال إن بلاده قد بذلت جهودا كبيرة منذ ظهور وباء كوفيد-19 من أجل محاربته في مختلف دول العالم، مضيفا بأن هذه المرحلة الصعبة تتطلب تضافر الجهود وبذل المزيد من جميع الأطراف والتقيد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لدهر تفشي الفيروس في أوساط المواطنين. هذا واختتمت المناسبة تقديم هذه المعدات بالتوقيع على محضر تسليم من قبل سفارة جمهورية الصين الشعبية ومؤسسة القلب الكبير. ويذكر أن هذا الدعم جاء في إطار العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين في العديد من المجالات.